لما فرض صوم رمضان خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وقال من كان صائما في هذا اليوم أي يوم عاشوراء فليفطر، خلاص انتهى الأمر، لأنه أبدل بشهر رمضان. فكان الأول إذن صوم عاشوراء وكان على الوجوب، ثم بعد ذلك صار صوم رمضان على التخيير، ثم وكان صوم عاشوراء باقيا، ثم صار صوم رمضان على الوجوب فرضا، فصار صوم عاشوراء ليس واجبا بل ولا مستحبا. من أراد أن يصوم فليصوم، ومن أراد أن يفطر فليفطر. ثم بعد ذلك أثناء مكثه في المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، علم أن اليهود تصوم هذا اليوم، وقيل إن هذا في خيبر، يعني بعد أن أجل اليهود من بني قريظة إلى خيبر علم أنهم يصومون هذا اليوم، فقال سألوهم لماذا يصومون هذا اليوم. استغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف صيام عاشوراء وهو في مكة، استغرب أن هل كان تصومه قريش، وقريش وثنيون عبدة أصنام، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى اليهود يصومونه. قال سألوهم لماذا يصومونه، فقالوا لما سئلوا قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون. نحن توارثنا هذا أبا عن جد، أن موسى نجا من فرعون، لما أغرق الله فرعون نجا موسى في البحر، كان يوم عاشوراء أيضا في سنوات مضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصومه مرة ثانية، ولكن على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، وحث على صومه صلوات ربي وسلامه عليه، وقال عن صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، يكفر سنة، والمقصود بتكفير السنة أي الصغائر، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هناك من أهل العلم من قال يكفر الصغائر والكبائر، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يكفر الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. فأمر بصومه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وهذه المرحلة الثالثة. إذا المرحلة الأولى وهي الأمر بصيامه، ثم ترك صيامه، ثم استحباب صيامه لما علم أن اليهود تصومه، وأن هذا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، وقال نحن أحق بموسى منكم، هو صدق صلوات ربي وسلامه، نحن أحق بموسى منهم. ثم جاءت المرحلة الرابعة، وهو لما كملت يعني أحوال هذه الشريعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن عشت إلى قابل يعني للسنة القادمة لأصومن التاسع، حرصا على مخالفة اليهود.